بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لعلوم التنس الأرض تحييكم. النهارده هنشتغل في فيديو إن شاء الله إيه هو مفهوم الميني تنس. مفهوم الميني تنس، أولاً الميني تنس عشان نبدأ يبقى مدرب ناجح لابد أن يحبب الأطفال في لعبة التنس باستخدام أحدث الأساليب العلمية والفنية من مضارب وكرات أسفنجية، وممكن يعمل تصويرات ويمكن يعمل زي بالونات في الشبك. ده كله من مواصفات المدرب الخاص بالميني تنس. ولان لعبه التنس اصلا لعبه مبتكره، الميني تنس لعبه مبتكره. طبعا التنس الكبير بيلقى، احنا قلنا في قبل كده في فيديو قبل كده، ليه قواعده، ليه مقاييسه، ليه تقدر توزن الملعب، تقدر تقيس الملعب، تقدر توزن الكوره، المضرب له مواصفات. لكن في الميني تنس المضرب بيبقى صغير جدا على قد الطفل، الملعب بيبقى صغير جدا على قد الطفل، مفيش مقاييس ثابته يقدر يعاير بيها. اذا بيشتغل من خلال اجتهادات المدربين، ده في الميني تنس، ولكنها معظمها اجتهادات شخصيه من المدربين المهتمين بتنس الاطفال او الميني تنس. لان الاطفال والملعب المزاج للمبنى نفسه هو ملعب صغير، زي ما قلنا قبل كده بيبقى عباره عن زي ملعب الراكت او ملعب الشوط، الكور الصغيره جدا اللي بيسموها الريشه الطايره. كما يجب على مدرب التنس ان يقسم الملعب الى اكثر من ملعب، يعني عنده ملعب كبير ممكن يجيب شبك صغير ويقسم داخل الملعب نفسه شبكه لشبكه لشبكه، ويعمل فن بين الاطفال. يعني بنجيب احنا الاطفال الصغيرين بنقدر نعمل بينهم وبين بعضهم فن، مش شرط يكون في التنس، يكون الفن ده خارج التنس بس على هيئه رياضه ايضا. يعني جري الاولاد، حط خمس كور شمال خمس كور يمين، ده كله فن بالنسبه للميني تنس. اذا يجب على المدرب الميني تنس ان يقسم الملعب الى ملاعب صغيره، الى شبكات صغيره، اربع ملاعب او ست ملاعب او سبع ملاعب لجذب الاطفال للمنظر الجميل، يحط بالونات على الشبك، يفرد بالونات على الشبك بحيث يعمل عمليه جذب ممكن للاطفال داخل الملعب الصغير. وكل ما يكون العدد في الميني تنس قليل مع المدرب، يعني من ثلاثه الى اربع اولاد، يقدر يتحكم في الملعب تحكم كامل، ويقدر يعمل فن بين الاولاد بحيث يقدر يسيطر على الاولاد في من خلال الالعاب الاموميه. شكرا.